تسريبات الزيت في الماكينة أو في المحرك. طبعاً هالمشكلة عامة جداً، وسببها الشخص يعاني أو نفسيته تكون كيك متضايقة يا أخي سيارتي جديدة أو سيارتي تلي، أكيد مشكلة كبيرة أكيد كذي، فتكون أوهام كثيرة. الحل الجذري او الحل التقليدي خلنا نسميه انك تودي السياره الجراج طبعا، وتبطل تغير السيلات، تركب سيلات جديده، ضبط ضبط ما ضبط ارجع له مره، وقتك فلوسك، والاهم من كل هذا نفسيتك طبعا. باور ستيل سيل او باور ماكس جاب لنا حل ذكي جدا اللي هو انجن اويل ستوب ليك. هالمنتج راح يوقف كل التسريبات اللي عندك فوق الماكينه من الكرنك تحت، فمنتج قوي جدا راح يساعدك على توقيف كل هذه التسريبات. طريقة الاستخدام جدا سهلة، مجرد تضيف علبة واحدة في التينة أو المحرك مرة واحدة فقط، لا تحتاج أكثر من مرة، راح يوقف عندك كل التسريبات اللي تواجهها. هذا هو الحل السريع والذكي من باور ماكس TLC. لا تنسى تشارك في القناة وتضغط على زر المتابعة والجرس عشان يوصلك كل جديدنا. شيكنا.